حلقة جديدة من طبيب في بيتي، وزي ما اتفقنا طبيب في بيتي هو حلقة الوصل بيننا وبين كل المتخصصين في مجال الطب والدواء. والنهاردة حلقة جديدة ونجاح جديد بترصده كاميرات برنامجنا في المجال الطبي، صيدليات وستور وائل سمير، براند أثبت وجوده على مدار 15 سنة في مجاله اللي بقى من رواده. بس يا ترى ايه اكتر الصعوبات اللي بتقابل الصيدلي في التعامل مع العملاء، الناس اللي بتفتي في الطب والدواء وبمنتهى الثقة؟ تعالوا نشوف. الله يكرمك يا دكتور، عايز علبة المضاد الحيوي اللي هي البيضة دي وفيها خط احمر وخط اخضر. طب مش متذكر الاسم او السعر؟ لا لا مش فاكر والله. طب انت بتشتكي من ايه؟ عايزها لايه يعني؟ برد برد، عندي برد. ماشي، ما هو البرد له حاجات كتير قوي، بعدين مش اي برد تاخد له مضاد حيوي. ما هتتعبني معاك ليه يا دكتور؟ طب اديني حقنة البرد. برضه مفيش حاجه اسمها حقن البرد. في يا دكتور كل حاجه، انت بس هاتها بس من جوه. مين اللي قال لك ان في حقن البرد؟ في، انا واخدها قبل كده 100 مره. هات بس حقن البرد. خدتها من هنا؟ انا عارف كل حاجه، هات بس حقن البرد. طب مين اللي اداها لك؟ قول لي اداك ايه طيب؟ انت عارف انت خدت ايه؟ اشتري مني يا دكتور، هات حقن البرد. ما انت كده بتضر نفسك، مفيش حاجه اسمها حقن البرد. ماشي، معاك، تعبنا معاك يا دكتور والله العظيم، هات حقن البرد. صدقني مفيش حاجه اسمها حقن البرد. ومعانا دكتور راجي مهدي مدير الفرع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. طبعا اظن المشاهد والمواقف دي بتحصل معاك كتير. لا متعودين على كده، ربنا يعينكم يا رب. لا بس ما شاء الله في تواصل جميل قوي بينكم وبين العملاء في كل الفروع، تقبل قوي لفكره ازاي نفهم المريض وازاي ايه اللي مناسب ليه وايه اللي مش مناسب. ما هي الفكره ان انت بتبقى عارف انت بتتعامل مع قطاع من الجمهور عامل ازاي. يعني في ناس كتير عندها مشكله انها تحفظ اسم الدواء او الصنف اللي هي بتاخده، فانت محتاج ان انت تتعامل مع الناس يعني على قدر علمهم. فاحنا هنا حوالين مستشفى الجامعه، فناس كتير بتبقى جايه يعني من الارياف وكده، بيبقى صعب ان هم يتعاملوا مع اسماء الاصناف، فمحتاجين ان احنا نطول بالنا علشان نجمع معاهم اسماء اسم الدواء اللي هو عايزه او الصنف. طيب احنا فروع صيدليات وائل سمير في اماكن كتير قوي، مغطيه قطاعات كبيره جدا ما شاء الله. ازاي قادرين تتواصلوا بقى مع الفروع دي كلها، والتواصل اللي حاصل بين الفروع وبعضها وبين قطاعات الناس نفسها؟ هو مبدئيا كل فرع بيغطي اريا معينه، وفي تنسيق عن طريق الكول سنتر وطبعا عن طريق الاتش ار والاداره علشان نلبي كل احتياجات الناس في كل منطقه. طبعا مناطق مختلفه، احنا هنا في بنها، موجودين في شبين، موجودين في مناطق كتير، فمن خلال الكول سنتر بنقدر ان احنا نشوف احتياجات الناس، شكاوى العملاء، احتياجاتهم في المرضى الادويه، مرضى الامراض المزمنه، بنتابع معاهم بشكل شهري. يعني المريض مثلا ضغط او سكر او اي مرض من الامراض المزمنه، الصيدليات بتتعامل معاه او تتواصل معاه وهو احنا عندنا كده، تتابع معاه خدت علاجك او لا او خلص ولسه ده بيتم عندنا داتابيز. اي مريض بياخد من عندي صنف المرض مزمن زي الضغط او السكر، بسجل التاريخ اللي هو خد فيه الصنف والجرعه. هياخد مثلا قرص في اليوم، وسي مثلا العلبه 30 قرص، فهيبقى 30 يوم. فقبل ما جرعته تخلص بخمس ست ايام الكول سنتر بيتواصل مع المريض. عندنا خدمه توصيل مجاني لاي مكان، المريض وهو في بيته معزز مكرم بيوصله الصنف بدون اي تكلفه. طب ده جميل قوي. طب لو عايز، لان طبعا في كورونا والوضع يعني العام الناس مش عايزه تخرج او الناس خايفه تروح لحد الصيدليه، لو حد عنده تساؤل مثلا العلاج ده اخده ما اخدوش، خدت علاج غلط، علاج ناقصني، ايا كان، ايه الطرق اللي الصيدليات هنا بتوفرها انه يتواصل معاه غير الرقم الموحد؟ عندنا رقم الموحد وغيره، في صفحه الصفحه على الاكونت بتاعنا على الفيسبوك، عندنا رقم واتساب. كمان الكول سنتر عندنا كله ستاف متخصص موجودين 24 ساعه عشان يردوا على اسئله الناس واحتياجاتهم. الفتره بتاع الحظر كنا موجودين، الدليفريه بتوعنا موجودين في كل بنها وفي كل المناطق اللي احنا بنغطيها علشان يسهلوا وصول البروتوكول للمرضى بدون ما ينزلوا ويضطروا ان هم يختلطوا بالناس وكذا. فكمان الكول سنتر دايما صيادله موجودين بيردوا على اسئله الناس، سواء جرعه الدواء، حد عنده شكوى ومش قادر ينزل يكشف، فايه الحل العاجل لحد ما يكشف او يتواصل مع دكتور، ده كله موجود. طب جميل قوي. خدمه ما بعد البيع بقى، يعني انا دلوقتي اشتريت منتج سواء كان يعني ادويه او غيرها من المنتجات المتوفره هنا، ومحتاج مثلا استخدمه ازاي، زي اجهزه الضغط مثلا، اجهزه السكر، تواصل بالشكل ده، في حاجه معينه غير يعني مثلا انا بتواصل مع ايه؟ مع الكول سنتر.
الكول سنتر وكمان في او الواتساب او الفيسبوك او ايا كان الطريقه، كل ده متاح. اقدر اخد فيدباك عن المنتج اللي انا اشتريته ده، اقدر يعني احسن استخدامه ازاي؟ ممكن. وكمان حتى في عندنا القسم بتاع الكواليتي، لو حد عنده اقتراحات، حد عنده مشكله ما، يتواصل معانا والمشكله بتتحل في ظرف يمكن ساعه او ساعتين. الموضوع 24 ساعة زي ما قلت لحضرتك، موجود المتخصصين بيردوا على أي استفسار من الجماهير. كل ده وأكتر بنقدر نستقبله عن طريق الكول سنتر، الصف متخصص إن هو وجاهز إن هو يستقبل الشكاوي ومقترحات الناس واستفساراتهم عن استخدامات الأدوية والأجهزة اللي بتوصلهم من وائل سمير. قسم الكواليتي بيتابع ده كمان بشكل مستمر علشان يضمن أعلى جودة للخدمة. وائل سمير موجودة في فانها علشان وفي كل المناطق اللي احنا وصلناها علشان تقدم للناس خدمة طبية جيدة. الربح مش الهدف الأساسي، الهدف الأول انه صحة الناس تبقى بخير، لأن دي رسالة الصيدلي ورسالة القطاع الطبي بصفة عامة. جميل. والربح بيجي كل ما أتقنت عملية الربح بيجي. أكيد. شكرا جزيلا دكتور، مشكورك على لقائك الجميل ده، وبالتوفيق دايما يا رب، ومكان يشرف حقيقي. شكرا لك. شكرا. براند وائل سمير نموذج مشرف للنجاح في المجال الطبي، وفي نفس الوقت نجاح كبير في الارتباط بالمجتمع وتنمية موارده وتطوير شبابه. كانوا مصرين من البداية انهم ينجحوا، وكمان مؤمنين ان خدمة المجتمع من حواليهم دور اساسي لكل ناجح. ولينا اللقاء دلوقتي مع الاستاذ محمد صبحي، المدير المالي والاداري لمجموعه وائل سمير. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بك دكتور احمد، وشرفتونا في وائل سمير ستور. كل سنه وحضراتكم طيبين، ودايما يا رب مصر واهل مصر بخير وسعاده دايما، وربنا يعدي الازمه اللي احنا فيها دي على خير بسواعد ابنائنا وباراده قيادتنا السياسيه وباراده شعبنا ان شاء الله. يا رب اللهم امين. وهي تعدي بالناس المهتمين بمجتمعهم زيكم، بصراحه حاجة مشرفة، نموذج مشرف، دور كبير قوي في المجتمع، في وسط الناس، لكل الفئات، مش مسألة بيع وخلاص ولا سلسلة صيدليات أو براند طبعا. معين. الموضوع مش بيع بس، احنا بنكسب، لكن بنكسب واحنا كلنا كمجتمع بنقوم مع بعض، وده دور جميل قوي، يا ريت تكلمنا عنه. هو انا عايز اخد من كلامك واقول لك احنا فعلا بنكسب، بس احنا مكسبنا الرئيسي مش فلوس ولا فروع بنفتحها. احنا مكسبنا الرئيسي ان احنا نكون في مجتمع قوي، مجتمع احنا جزء منه. احنا بنقول ان اهم مكسب احنا حققناه في وائل سمير ان احنا كنا جزء من الحراك المجتمعي في اخر 15 سنه في تاريخ مدينة بنها. احنا تقريبا بنشارك في جميع المبادرات المجتمعية اللي موجودة في مدينة بنها وفي محافظة القليوبية، وكان لينا السبق في ان احنا اسسنا مبادرات كتير زي مبادرة بنها حلوة بينا. دي مبادرة نتج عنها ان احنا وفرنا تدريب وفرص عمل لشباب كتير في مدينة بنها، نتج عنها تجميل شوارع مدينة بنها وإنارة بعض المناطق. جميل. يعني مش حاجات مش خدمات طبية بس. لا لا يا فندم، احنا في وائل سمير عندنا رؤية تخص المجتمع، وهي جزء من هدفنا اللي احنا بنشتغل عليه. احنا دايما بنقول ان احنا موجودين في مجتمع احنا جزء منه، لازم عشان ننجح لازم المجتمع بتاعنا يكون ناجح. ويمكن من اكتر الحاجات اللي اسعدتنا المبادرات اللي اطلقتها القياده السياسيه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا المبادره الاخيره اللي هي مبادره 100 مليون صحه. صحيح. المبادره دي خلتنا نقدر نوصل اكبر خدمه ممكنه لاهالينا واخواتنا في كل مكان، دور كبير في محافظه القليوبيه. طبعا احنا طلعنا قوافل طبيه كتير مع مديريه الصحه، وطلعنا قوافل ارشاديه وتوعويه في ازمه الكورونا. كل ده بيتم من وازع ان احنا لينا دور مجتمعي لازم نقوم بيه. احنا فعلا لينا فروع بنبيع ادويه وبنبيع مستحضرات تجميل، ولكن قبل ما ابيع الدواء وابيع مستحضرات التجميل لازم يكون عندي مجتمع قادر انه يستخدم الدواء، واعي وعنده الثقافه الفعليه ازاي يستخدم الدواء ده. صحيح. وهو ده الدور اللي بنعمله عن طريق المبادرات المجتمعيه اللي احنا بنشارك والله فيه. دور كبير قوي يا استاذ محمد، يعني بجد يا جماعه حاجه نموذج مشرف انك مش بس عايش لنفسك، انت عايش للمجتمع اللي حواليك كمان، بتنجح وبتقوم مجتمعك، لان انت ناجح في وسط مجتمع بيقع انت استفدت ايه؟ طبعا. حاجه ثانيه كمان ان ده ساعد شباب وان هم يدخلوا في عمل التطوعي وغيره. احنا يعني في يعني دور الشباب ايه؟ يعني الشباب كانوا معانا في لما قدمنا حاجه. لما بدانا اصلا من في 2013
بعد 30/6 لما بدأنا في مبادرات مجتمعية اللي تخص الشباب. أول ما قلنا هنعمل مبادرة مجتمعية كان معانا عدد كبير جدا من الشباب، إحنا مش متخيل إزاي قدرنا نغير أعمدة الإنارة في مدينة بنها ونركب سلات قمامة وندهن أرصفة ونوفر أغذية أو أكل أو فطار للشباب للعاملين في المستشفيات وكده ديت. كل ده عن طريق الشباب اللي هم يعني بس كانوا عايزين مجرد توجيه، مجرد حد فعلا داعم، مجرد حد يشاركهم. انا خدت لك خطوه بالظبط كده على طول. وبالعكس، ولما بدانا نعمل دورات تاهيل في رياده الاعمال بالتعاون مع منظمه العمل وصندوق تحيا مصر، قدرنا ان احنا ناهل شباب كتير جدا لسوق العمل، والشباب دول بدورهم لما وصلوا في سوق العمل بداوا يعملوا مبادرات خاصه بيهم. والله يا استاذ محمد احنا بنشكرك، لقاء جميل، ودايما بنشكرك اكتر على المجهود الكبير اللي تقوموا بيه، وان شاء الله بالتوفيق ودايما من احسن لاحسن. ميرسي ليكم جدا، ودايما منورونا في وائل سمير، ودايما تاكدوا ان احنا في وائل سمير بنهتم بالشعار بتاعنا نعتني بك. شكرا يا فندم. ولينا اللقاء دلوقتي مع دكتور احمد قدح، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه بطب الازهر، ونائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك يا دكتور استاذ احمد. اهلا بيك. اهلا بيك. بصفه حضرتك بقى يعني من الناس المميزه في مجال الجلديه واحد الداعمين لنشره المجتمع المصري كله، كل الشباب سواء الستات او الرجاله، واحنا هنا النهارده مع صيدليات وائل سمير اللي هي برضو بتشارك في المجال ده، بتحاول تهتم بشبابنا سواء كان من الرجال او النساء. نصيحه حضرتك ايه للشباب وللناس عموما في الفتره دي، فتره البرد والكوفيد والكورونا والدنيا دي، الناس تهتم ببشرتها ازاي؟ تمام. الاول تحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين وبخير وصحه وسلام. الحقيقه احنا دلوقتي في الشتاء، تمام، واكتر حاجه بتواجهنا في الشتاء الجفاف، جفاف البشره، جفاف الوجه، جفاف الشفايف، ساعات الايدين كمان عند بعض الناس، وده بيواجه كل فئات المجتمع، السيدات، الرجال، الشباب، بنشوفه بشكل مستمر. دايما بنقول شويه نصايح كده لو بنقدر نعملها بشكل دائم ومش بتبقى مكلفه لبعض الناس خالص، لو هنعملها بشكل دائم هتبقى مريحه وكويسه جدا. جميل. اهم حاجه بالنسبه للجفاف بتاع البشره انه رقم واحد شرب الميه كتير، شرب الخضار بشكل اكل الخضار دايما معانا، الفاكهه، الحاجات دي دايما بتعمل لنا هايدريشن للسيلز او للتيشوز او للبشره بشكل عام، فدي حاجه مبدئيه كده يعني ده بنقول عليه بيزك كده نوليدج لازم نبقى عارفينه في الشتاء. الحاجه الثانيه برضو كمان لما بنيجي ناخد شاور بنيجي ناخد حاجه دايما بنتجنب الميه السخنه قوي والميه الساقعه قوي لان ده بيأثر على جفاف البشره ايضا. بعد كده بقى المرطبات، وده المهم جدا، استخدام المرطبات استاذ احمد ده من الحاجات الاساسيه اللي المفروض تكون موجوده عندنا كلنا. يعني احنا الجانب الطبيعي الاول يا دكتور ان احنا نشرب ميه كتير يا جماعه، وهناكل خضار، ونهتم بنظامنا الغذائي شويه، ما تبقاش العمليه فاست فود اكتر او اكلات بالزبط. من بره اكتر، يبقى عندنا اكل طبيعي ومحافظين على نسبه الميه وعلى الخضار. بعد كده نيجي للمرطبات. بالظبط. انا برضو عايز اقول كمان حاجه على قصه الفاست فود حضرتك قلت عليها، لانه مشكله الفاست فود بس مش يعني مشكله الفاست فود دي بتدخلنا في بشره دهنيه، الناس اللي عندهم بشره دهنيه بتطلع عندهم حاجه زي حب الشباب، وبالتالي بيبقى عندي مشكله انا اعالج حب الشباب. طب لو البشره دي حصل لها جفاف في الشتاء فبيبقى عندي مشكلتين، فالقصه بتبقى صعبه شويه في العلاج. المرطبات بقى شيء مهم جدا. المرطبات عندي مرطبات بتبقى شويه غاليه وشويه مرطبات عاديه. يعني بمعنى ايه؟ يعني ان اقدر استخدم الفازلين الطبي، وبقى في منه انواع كتيره جدا متوفره اعتقد بمعظم الصيدليات هنلاقيها، زي الفازلين الشفايف، وده بنستخدمه حتى مع الناس اللي بتستخدم علاج معين لحب الشباب بيعمل لها جفاف حاد للشفايف وللبشره، الفازلين العادي، المرطب العادي. بعد كده بقى عندنا ما يسمى بمرطبات الجيل الثالث، ومرطبات الجيل الثالث دي من الحاجات الكويسه جدا خاصه للفيميلز او للبنات والسيدات بشكل عام. ليه بقى يا استاذ احمد؟ لانه المرطبات احيانا بنستخدمها فالبشره تتحول لبشره دهنيه شويه، او يزيد او تزيد الافرازات الدهنيه على البشره. في الحاله دي انا لازم استخدم مرطب مناسب لكل نوع بشره. وهنا برضو ارجع واقول احنا في منظومه طبيه متكامله، تمام؟ يعني الهدف الاساسي من المنظومه دي هو المريض، هو الانسان اللي احنا بنشتغل عليه. صحيح. الطبيب وظيفته انه يشخص، تمام، ويوصف العلاج المناسب، والصيدلي وظيفته انه يحضر لي العلاج ده والدواء ده. يعني انا مفتيش يا دكتور؟
لا مفتيش لا مفتيش يا جماعه. انا شخصيا ما بحبش اللي بيفتوا خالص. يعني ما بقاش نهبط بقى ولا اي كريم واي شامبو خالص. والدكاتره مش عارفين حاجه وانا اللي عارف وانا اقدر اسال مجرب والسكه دي احنا مش لا خالص طبعا خالص. ودي نصيحتي انا يعني هوجهها للساده المشاهدين. عايز اقول لهم انه احنا بلاش دايما, ودي حاجه الحقيقه في مصر بتزعلني جدا, دايما نصدق ناس كتير قوي ما عدا الدكتور. يعني جارتي قالت لي, صاحبي قال لي, زميلي راح مش عارف عمل ايه, اللي رحت الصيدليه فادوني كذا. لا هي الفكره انا لازم ابقى عارف انا محتاج ايه. انا بشرتي جاف, طيب هل البشره دي دهنيه, هل البشره دي عاديه, هل البشره دي مختلطه, هل البشره دي صاحب المشكله ده بياخد علاج معين فمحتاج علاج برضو مختلف. فالفكره انا كطبيب بوصف المرطب المناسب للبشره, سواء بقى مرطبات الجيل الثالث دي خاصه بتناسب اصحاب البشره الدهنيه, بمعنى انه في مرضى اصحاب بشره دهنيه بياخدوا علاج معين علشان الحبوب بيحصل لهم جفاف شديد جدا. فاذا انا عندي حاجتين, بشره دهنيه وجفاف حد على البشره. طيب ايه العلاج المناسب ده؟ انا بقى اللي بوصفه للطبيب. أيوة فبالتالي بوصف المرطب المناسب, والمرطبات دي متوفره موجوده, اعتقد هتبقى موجوده هنا في الصيدليات برضو. فبالتالي لازم نرجع للدكتور بتاعنا يقدر يحدد لنا ايه المناسب. لكن الاساس ثلاث حاجات قلنا عليهم, الاهتمام بالغذاء المناسب والميه تمام, وشرب الميه تمام, واستخدام المرطبات المناسبه بالظبط عن طريق الدكتور. الله ينور. يعني مفيش وصفات بلدي كويس. ولو عندنا حتى وصفة يبقى عن طريق دكتور برضو, يعني حد متخصص. حلقة بتوصف اي حاجه ده انا هقول الكلام ده في الحلقه دي تحديدا. نورتنا يا دكتور. شكرا ليك. اشكركم جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا. بنشكر دكتور احمد على اللقاء الجميل ده, وان شاء الله يكون لينا معاه لقاء كامل في حلقه كامله كده بقى نتكلم عن مشاكل البشره والجلديه وغيرها من المشكلات. أنواع كتير وكلها مميزة ومناسبة لكل الفئات والأذواق. مكان يساعدك بمنتجاته وناسه كمان. بس طبعا كان لازم أحط التاتش بتاعي يعني. زي ما احنا شايفين يا جماعة مجموعة من درجات اللون الأحمر. ما تشغليش بالك, ما تدقيش في الحاجات دي. إيه كله أحمر ماشي حالك. الكلام ده مع شوية ليمون بقى. أقولك شوية حجر. يعني هكمل بس للناس اشرح لهم ده. بس ستوب. ده انا عندي معلومات كتير عايز اقولها. كفايه طيب. معلومات كفايه. ناخد المعلومه اللي بجد بقى يا جماعه دينا. اولا ده براند ميك اب ايطالي, ميك اب طبي, كل مكوناته طبيعيه, مانجو اويل وكاكاو ومضادات اكسده. يعني نقدر نحط ميك اب واحنا مطمنين على بشرتنا خاليه من اي مواد كيماويه. يعني احنا بنحط ميك اب واحنا مطمنين, بلس ان هو في مضادات اكسده دي بتحمي البشره بتاعتنا. و طب احنا عندنا براندات تانية هنا في وادي ستور. عندنا بورجوا, وعندنا ريميل, وعندنا ميبلين, وعندنا اماندا, وعندنا مجموعه كبيره جدا من الميك اب. كلها هيلسي يعني كلها حاجات طبيعيه. اغلبيتها حاجات طبيعيه جدا مناسبه لكل انواع البشره بتاعتنا. وبنقدر كمان ان احنا نوفر كل بشره نديها نوع الفاونديشن المناسب لبشرتها. طيب ده جميل. انك تقدم منتجات على مستوى عالي ده طبيعي لو عايز تكسب, لكن الموضوع في وائل سمير ستور اكبر من كده بكتير. دعم ونصايح وإيفنتس مجانية, تواصل حقيقي مبهر ومثير للإعجاب. لا بس واضح ان انتوا محققين تواصل كبير قوي مع العملاء بتوعكم, يعني الرد سريع وواتساب وفيسبوك ما شاء الله. يعني كلميني كده عن التواصل اللي عاملينه مع العملاء مع بتوع وائل ستور. حضرتك اصلا وانت في بيتك ممكن تبعت لنا اي مشكله بتواجهك في بشرتك, في شعرك, في اي حاجه واجهتك في خلال اليوم. احنا بنقدم لك ان احنا ممكن يعني نعالج لك المشكله دي وانت قاعد في بيتك. حتى لو انا مش بشتري, حتى لو انا مش جاي اشتري يعني, حتى بس لو انت مش بتشتري. احنا اصلا عندنا بيوتي داي بيحصل كل فتره بنقدمه للعملاء بتوعنا اللي دخلوا المكان حتى لو ما اشتروش. بناخد بنجمع داتا العملاء كلهم اللي دخلوا اشتروا او ما اشتروش, اللي اشترى اي حاجه. بنتصل بيهم كلهم في يوم البيوتي داي ده, بيجوا بنعمل لهم تنظيف بشره فور فري. بنشوف مشاكلهم, اي مشاكل بتواجه بشرتهم بتواجه شعرهم, بنقدم لهم الحلول. حتى لو حلول ممكن يعملوها في البيت, حلول ناتشرال, مش لازم يشتروا المنتج او اي حاجه من عندنا. ممكن الناس تاخد خدمه عن طريق الواتساب, ان انا مثلا بسال حاجه ويترد عليا العلاج كذا. ايوه طبعا, اي علاج متاح سواء طبيعي او غير طبيعي, سواء طبيعي او غير طبيعي. خصوصا في ازمه الكورونا الناس كتير وستات كتير خصوصا ما بتحبش تنزل من بيتها, فاحنا عملنا كده في وائل سمير ستور.
طيب لو حد محتاج منتج معين ومش عايز يجي في خدمة الدليفري؟ ايوه طبعا احنا عندنا في وائل سمير الدليفري فور فري لاي مكان حضرتك بتطلب البرودكت المناسب ليك واحنا بنوصله لك لحد باب البيت مجانا. ده جميل. انا ملاحظ ان كل الزبائن هنا بيتعاملوا كانهم في بيتهم فريندلي جدا ومبسوطين كده في حاله جميله. عملتوا ده ازاي؟ دي حقيقه لان كل حد بيدخل هنا بيتعامل كانه في بيته, بيتعامل بفريندلي قوي. اي حاجه بيبقوا عايزينها, حتى لو معلومه دخلت عندي معلومه بتتقال اي حاجه مش شرط تشتري, بتعرف المعلومه خدت عندنا من عندنا منتج اوكي, ما خدتش اشتريت او ما اشتريتش مش دي مشكله خالص. لا مش مشكله خالص. جميل. اوكي فعشان كده الكلاينت بيجي لنا تاني وبيرجعوا لنا تاني, واحنا قدرنا نوفر للستات دلوقتي ان هي تقدر تعتني ببشرتها وتعتني بشعرها من خلال وائل ستور. بنوفر لها بادي سيكريت وبادي بلاش وفيكتوريا سيكريت موجوده عندنا والبرفيوم كله اوريجينال وطبعا الميك اب كله ميديكال منتجات طبيعيه جدا. وبمناسبه بقى بمناسبه البرنامج ان احنا منزلين اوفر 40 كارت خصم 20% لمتابعي البرنامج, وده يعني اوفر من وائل ستور. 40 كارت من وائل ستور, 40 كارت خصم بنسبه 20% لمتابعين البرنامج, شاركوا معانا عشان تحصلوا عليهم ان شاء الله. تمام ونورتوا المكان كله مستر احمد. ربنا يخليك. ودي كانت لقاءاتنا النهارده مع فريق عمل صيدليات وستور وائل سمير. اشوفكم على خير ان شاء الله وحلقه جديده وطبيب في